عبد الفتاح البرعي، مدرس وموجه بالتربية والتعليم، أعشق الفن الأصيل، الفن الراقي. والفن الراقي جزء أو جانب من الثقافة العربية أو من الثقافة بصفة عامة. في الزمن الحاضر نسمع للأسف ما يؤذي الأذن وما يؤذي العيون، ولكن هناك جيلا محترما متفهما للفن الراقي الجميل في هذا المحراب، صالون المنارة الفني أو الثقافي، باعتبار الفن جزء من الثقافة. أحيي هذا المحفل وأحيي مؤسسه الدكتور محمد سعد الدين، وأحيي القائمة بالإشراف عليه الأستاذ مصطفى. وهذا أول لقاء لي في هذا المحفل، أسمع أرقى الألحان وأفضل الكلمات، وأظن أني أذني موسيقية، وأتمنى أن يعطى لي فرصة لأغني ولو مقطعا بسيطا من لسه فاكر للسيدة أم كلثوم، أو ليلي ونهاري. أعشق ألحان الأستاذ السنباطي وأنا من بلد أم كلثوم. شكرا وفرصة سعيدة طيبة، وشكرا للأستاذ مصطفى، وأسف إذا كنت أزعجته في الاتصال أكثر من مرة، وهذه مناسبة طيبة، وأرجو ألا تفوتني هذه الفرصة مرات قادمة إن شاء الله. شكرا لمعاليك، وشكرا للدكتور محمد سعد الدين مؤسس الصالون.